خطر التكست يهدد الولايات المتحدة الأمريكية، وهو اختصار يعرفه أنصار الحزب الجمهوري، يشير إلى انفصال تكساس عن الولايات المتحدة الأمريكية لتكون بالفعل كما توصف ولاية النجمة الواحدة. التفكير بالانفصال ليس جديداً، فقد دعا رئيس الحزب الجمهوري في تكساس إلى انفصال الولاية وولايات أخرى عقب انتخابات 2020، لكن هل يسمح الدستور الأمريكي بذلك؟ لا يوجد في الدستور الأمريكي ما يمنع أي ولاية أخرى من مغادرة الاتحاد، إلا أن مؤرخين يعتقدون أنه عندما استسلم الجيش الكونفدرالي في نهاية الحرب الأهلية عام 1865، فقد هزمت فكرة الانفصال إلى الأبد. رغم كل ذلك، هل يريد الجمهوريون فعلاً الانفصال؟ تكساس تمثل أهمية كبيرة للجمهوريين على المستوى الوطني، خصوصاً أثناء الانتخابات الرئاسية، فهي معقل للحزب، ومن دون أصوات أعضائها في الهيئة الانتخابية لم يكن أي من الرئيسين الجمهوريين جورج دبليو بوش وترامب ليفوزا بالانتخابات. لذلك فمن المستبعد أن يدعم القادة الجمهوريون انفصال تكساس، فهي منجم أصواتهم وقوة بشرية واقتصادية وجغرافية للولايات المتحدة الأمريكية.